فإذا عملنا الحاجة الواحدة دي بس ما اتنين، وحدنا الله وتركنا الشرك بالله، الله تكفل لنا إنه يصلح لنا الاقتصاد، انتهى الموضوع. ما محتاجين لدولار طار ولا ركة، محتاجين لعقيدة صحيحة يا أخواننا. الناس اللي بنشروا في الواتساب يقولوا السودان فيه 7000 قبة، كذابين وجهلة. 7000 قبة شنو يا أخي؟ قول 7000 جامع، لكن كل جامع أضربوا في ديجليون قبة، بتديك النتيجة بتاعت عدد القباب. لا نحن دايرين سلطة، لا دايرين ثروة، لا دايرين كرسي في الحكم، لا نازلين انتخابات، لا باحثين عن شهرة، لا عن منصب، لا عن مال. نحن دعاة إلى العقيدة الصحيحة. ومن هنا دي رسالة للدعاة، إتو ذاتكم إذا داير تصلح نفسك مجتمعك وإنت حريص على البلد، لازم يكون دعوتك إلى العقيدة الصحيحة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أن الشعب السوداني خاصة والمسلمين عامة يعيشون ظروفا اقتصادية صعبة وضائقات معيشية، ما بين جوع وحروب وتشريد، وما بين أحزاب تدعي أنها إسلامية وما ادعت ذلك إلا لتأكل أموال المسلمين وتأخذ مناصبهم، وأحزاب يسارية تتبنى الكفر وتدافع عنه بل وتتحدى به الإسلام والمسلمين ويتحدون به رب العالمين. والمخرج من ذلك كله هو التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى وعدم الإشراك به. لو الناس دي كلهم وحدوا جماعة، والناس اللي بينتسبوا للإسلام وحدوا الله سبحانه وتعالى، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. الضائقة المعيشية دي ما محتاجة كلام كثير يا جماعة، ولا محتاجة تنظير بتاع سياسيين ولا أحزاب. ولك اليوم ندوة كبرى مع الحزب الشيوعي حول الراهن السياسي، والورطة السياسة غيركم منه. ندوة كبرى مع المؤتمر الشعبي حول الوضع الراهن في البلاد، والغتس حجر البلاد غيركم انتو كلكم منه. ده كله تنظير يا جماعة، ولعب على الدقون زي ما بقوله، وكذب. المخرج الناس يرجعوا للتوحيد وللعقيدة، ويخلوا الشرك اللي بيسووا فويدة بس. ده خلاصة المخرج. والقرآن كله ما نزل إلا للموضوع ده يا جماعة. ربنا قال ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. السبب ألا تعبدوا إلا الله. الله نزل القرآن وأحكموا وفصلوا ونزلوا ليه؟ ألا تعبدوا إلا الله. عندي تفسيرية يعني السبب شنو في إنزال القرآن كله من السماء وتفصيله وإحكامه. ليه السبب شنو؟ ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وبسببه ربنا نزل الملائكة كلهم ونزل الوحي بالملائكة، كما قال الله سبحانه وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح
من أمره على من يشاء من عباده السبب ليه نزل الوحي مع الملائكة ليه أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون وبسبب التوحيد وعدم الشرك بالله ربنا خلق السماوات والأرض قال تعالى خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون ولسبب التوحيد وعدم الشرك ومحاربة الكفر وعبادة القبب والأضرحة والتبرك بالقبور للنهي عن الشرك ده ربنا بعث جميع الأنبياء والرسل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وللسبب ده الله خلقكم يا جماعة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال ابن عباس ليعبدون يعني ليوحدون فإذا عملنا الحاجة الواحدة دي بس ما اتنين وحدنا الله وتركنا الشرك بالله الله تكفل لنا إنه يصلح لنا الاقتصاد انتهى الموضوع ما بيحتاج جوطة كثيرة ولا الدولار بكم ولا عام ولا غرق كله ده ما بيحتاج له بس واحد حاجة واحدة بس ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ولو حصل منهم الكلام ده لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض انتهى الموضوع الاقتصاد يصلح وانتهى لكن تعال شوف الليلة الحاصل شنو ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون كم قبة الليلة بتعبد في بلدكم دي من ما تجي داخل من قول التي قول المأجون طوالي من أول دقيقة قبة منو ما بعرفه واد مدني شنو ما بعرفه تمشي بغادي تلقى النسوان مبطحات جنب القبة وهنا قبب في قرية وين وبغادي وشرق السودان وشماله وغربه وشرقه وسطه قبب تعبد يا أخواننا في آلهة في البلد دي لا حصر لها ولا عدد تعبد بالباطل مع الله فكيف الله يديكم بس ده الموضوع بلدنا فوق ذهب ما عنده عدد ولا عنده حد ذاته نحن نقدر نعده فيها بترول ما طبيعي فيها نيلين أبيض وأزرق والنيل حقنا ده جاء من الجنة طوالي بنص الحديث في السلسلة الصحيحة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجرت أربعة أنهار من الجنة النيل أول واحد شيخ الألباني قال هذا معناه أن أصل منشئها أنه فجر من الجنة يا هو النيل حقنا ده برضو عطشانين يا جماعة تمش تقول لهم ادونا سمك الصياد يقول لك الليلة قال ما في سمك رحل مشى وين قايته لكن بركة ما في أخواننا بسبب القبب دي هو دي القبب اللي عندنا دي في السودان ده كله في العالم الإسلامي كله آلهة تعبد بالباطل مع الله فكيف ربنا يوسع علينا الخير قاعد في يدينا في يدينا المسلمين في العالم الإسلامي ويجوا الكفار يسرقوا ثروات المسلمين عينك يا تاجر عديل يسرقوا اتفقوا بجاي مع الأخوان المسلمين اتفقوا مع الأحزاب المجرمة دي ويسرقوا ثروات البلاد الإسلامية يمصوها مص ويسافروا بها برا والمسلمين قاعدين ما قادرين يسووا أي حاجة النعمة في يدهم ولقمة الكسرة في يدهم والخير والرزق في يدهم وجعانين ما قادرين يوصلوا في خشمهم يجي العدو يشيلوا من يدهم زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث يا معشر المهاجرين خصال خمس إلى أن قال وسلط عليهم عدوهم من غيرهم فاستباح بيضتهم وأخذوا بعض ما كان في أيديهم بالله شوف كلام النبي عليه الصلاة والسلام الليلة حاصل زي ما هو
الدول الإسلامية بالمناسبة أغنى دول من ناحية ثروات طبيعية، ويمكن يكون أغناها السودان، لكن الليلة كلها فقيرة الدول الإسلامية وأفقر السودان اللي هو أغناها من ناحية ثروات طبيعية. يبقى يا جماعة في خلل نحن بيننا وبين الله. أنا ما بقول كل الناس كعبين، أنا بتكلم عن الحكم العام أو الغالب، ده كلامي كله كده يعني. السبب الشركة الموجود بين يديننا ده، والغريب إن الدعاة إلا القليل منهم ما شغالين بالموضوع ده، بالذات الحزبيين. حزبيين قالوا عملوا حزب اسمه التيار السوداني، حتى ما إسلامي ذاته، سوداني، اتبروا من اسم الإسلام في مسمى الهوس بتاعهم ده. ليه؟ داري يصلوا لكرسي السلطة، كرسي السلطة. حزبيين مجارمة، ربنا فتح لهم في البلد دي وكان ممكن ينتهزوا الفرصة وينشروا التوحيد زي ما بدوا في الأول، وزكوهم العلماء في الأول، بعد ده خلوا دعوة التوحيد وبقى يباروا السياسة لحد ما ضلوا وأضلوا كثيرا من خلق الله سبحانه وتعالى. فأقول أكثر الدعاة الليلة موضوع التوحيد والدعوة إلى التوحيد والكلام في القبب وعبادة الشيوخ والطرق الضالة اللي بتضلل الناس خلوا، لأنه قالوا ده بيفرتق مننا الناس. عشان كده شبابهم ذات وشباب الحزبين بقى الشباب صايع ومايع. يوم 14 فبراير رافعين قالوا محتفلين بعيد الحب، ده الشباب الحزبين أو ده قاعد عندي، محتفلين بعيد الحب لابسين أحمر، والله ده الأنصار سنة. قال عيد الحب أنا أحب مين كده ما بعرفه. أنا قلت لهم ديل هرمون الأنوثة عندهم عالي مجارمة. ده كله لأنه خلوا المنهج الصحيح وخلوا الدعوة إلى العقيدة الصحيحة ولهثوا وراء الدنيا وزينتها وراء السياسة وكراسيها، فلا أصلحوا دينا ولا نالوا دنيا، ما في حاجة، لا دين لا دنيا. فيا إخوان ما في شيء بيصلح البلد دي أبدا 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 إلا الدعوة إلى العقيدة الصحيحة، والله الذي لا إله غيره. شوف ربنا بيرزق السمك كيف في البحر جوا، لا عنده شركات، لا في سمك عندها مصنع، لا في سمك عندها شيك أو رصيد في البنك ولا خدمة بنكك ولا فوري، الله بيرزقها بعد ده كله. دي ما آية من آية الله، الطير في جو السماء فوق، الله بيرزقه فوق، بيرزقه. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، شبعانة بطونة مليانة وقت الرواح في المساء. طيب الرزق الطير والسمك في قاع المحيطات، والحيتان في قاع البحار والمحيطات، ورزق الحيوانات ورزق الحشرات، ما يقدر يرزقكم انتوا يا بشر؟ ما يقدر يصلح لكم الاقتصاد؟ ما محتاجين لدولار طار ولا ركة، محتاجين لعقيدة صحيحة يا اخواننا. ومن هنا دي رسالة للدعاة، انتوا ذاتكم، قل الحزبيين، انتوا ذاتكم أهل الخير، نحسبكم الله حسيبكم ولا يزكى على الله أحد. إذا داير تصلح نفسك ومجتمعك وإنت حريص على البلد، لازم يكون دعوتك إلى العقيدة الصحيحة والنهي عن عبادة غير الله زي عبادة الكوب والأضرحة الملانة في البلد دي على قفا من يشيل. إذا أنت شغال في الموضوع ده يبقى إنت داير لهم الخير ودار لهم الاقتصاد ودار لهم الدنيا الراغدة ودار لهم الآخرة ودخول الجنة، والله ما غيرك. أوعك تجامل الناس في المساجد يمسكوك منبر تقول لا أنا بتكلم في مواضيع تانية غير التوحيد عشان يحبوني، إنت داير يدوك مرة. كلمهم في العقيدة من أول يوم، كلمهم في العقيدة،
صاحب الحكمة، صح؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لكن أنا ما بتكلم الآن عن الأسلوب، الأسلوب بالحكمة، أنا بتكلم عن إنك لازم يكون دعوتك من أول يوم لحد آخر نفس يطلع من روحك يكون للعقيدة والتوحيد. أنزل الله سبحانه وتعالى على النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها المدثر قم فأنذر. بس طوال طلع جبل الصفا وقال يا صباحاه، في حديث ابن عباس بالصحيحة: يا صباحاه يا صباحاه، بصوت عالي، ناس قريش كلهم سمعوه وجو طالعين. قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلح. أول يوم قم فأنذر، أنذر بالتوحيد والعقيدة. والعرب كانوا بيفهموها لا إله إلا الله، بيفهموها طوال الطق، استلموها. قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة. بالمناسبة ده من أفضل تفاسير لا إله إلا الله. معناها قلت لا إله إلا الله معناته الآلهة الباطلة، الأولياء اللي بتعبدهم، والصالحين اللي بتعبدهم، والقبب اللي بتشيل ترابة وتتبرك بأعتابة وأبوابة، تخليها تجعل الآلهة دي كلها الباطلة إلها واحدا وهو الله الحق. ده معناته كده. فطوالي استلموا الكفار وفهموها هم كفار، قال لهم قولوا لا إله إلا الله. أيوة، قالوا معناها إنه نجعل الآلهة دي كلها والأولي دي كلهم اللي عاملينهم في شكل حجار وصور بتاعت أصنام نخليهم ونجعل إله واحد. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ هو النبي قال لهم قولوا لا إله إلا الله بس. طوال عرفوا معناه. الليلة حقينا نديل طرب ضالة مضلة من صلاة العصر يوم الجمعة لصلاة المغرب: لا إله إلا الله لا إله إلا الله للمغرب، بيقولوها كم ديشليون مرة. بعد ما ينتهي أذان المغرب داري يقوم كب: يا سيدي التجاني. أبو لهب أفهم منه بالمناسبة، مشرك، لكن أفهم من هؤلاء دل ما فيهم لا إله إلا الله اللي كان بيقولوا آلاف المرات قبل شوية. فنحن الليلة إخوان الدعاة والطلاب والإخوة الفضلاء، نحن الليلة في مرحلة أسوأ في كثير من جانب المجتمع، ما كله، أسوأ من مرحلة أولئك والله الذي لا إله غيره. يبقى الجهد بتاعك لابد تبقى مضاعف أضعافا مضاعفة كثيرة من جهدك الشغال به والليلة. خشوا المساجد دي تكلموا، حتى العلمانيين، حتى الشيوعيين الظاهر جداد دي، والجمهوريين أسماء محمود محمد طه والحاج وراك والناس القدوم الجو قدام ديل، عرفتها؟ ديل ما بيعملوا حاجة. لو أنت نشرت التوحيد والعقيدة الصحيحة وهم أسكية وخبسة، أول ما جو بقى يشكروا في الصوفية ويشكروا بالقبب. حتى مقرر المدرسة عملوا ناس لابسين طواقي خضر وعاملين الشعار والصور جوا كتاب المدرسة الابتدائي، صور بتاعت قبب وأضرحة. ليه؟ لأنه هم شايفين لو نشروا الشرك بيقدر ينشروا الإلحاد، لأنه الزول أول مرحلة للإلحاد وده ذاته إلحاد، يتخذ إلهين اثنين، الله ويخط معه قبة، الله وشيخ طريقة، الله وفكي، الله وكاهن أو عراف. بعد ذاك الخطوة الثانية ينكر وجود الله ذاته. فدي دركات بتاعت كفر دارين ينشروها العلمانيين والشيوعيين والجمهوريين والملاحدة الموجودين الليلة، أسكية جدا، لأن دي خطط بتاعت يهود وضعوا لهم برا هناك جو بيها. ما سمعتوا لذلك الصوفي ذاك قال: ما جينا أمريكا وجلسنا مع الكونغرس الصف الأول، والبيت شنو كده الأمريكي الأمن القومي الصف الأول، وشنو كده الصف الأول، وطلع الاجتماع إنه التصوف والدين المتسامح. ده شنو معناته؟ شنو الكلام ده معناته؟ ديك اللي بيخططوا لهم يا جماعة، خطتهم إنه ينشروا الشرك عبر التصوف. فإنت لو دار تحارب أولئك الشيوعيين والملاحدة واليهود والنصارى، أول حاجة حرب التصوف وحرب القبب دي، ده الأصل وده الأساس.
إذا قطعت عليهم الطريق ده والله تاني ذات الزول اللي بيوحد من السودانيين لو جاءوا شيوعي قال له لا إله والحياة مادة ما بيسمع له. إذا ما دقوا أقل حاجة ما بيسمع له، بيوحد بيبقى موحد عقيدته تمام في الله. فيا إخوة يا أيها الدعاة الفضلاء أدخل المساجد دي ما تخلوا ولا جامع، تكلموا بالتوحيد، أنشروا العقيدة، حاربوا الشرك. لا يمكن زول يهدى له بال ويتعشى ويمص يدينه طاق 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 والقبة هذي بتعبد في طرف الحلة. النبي عليه الصلاة والسلام حديث البخاري قال لجرير ألا تريحني من ذي الخلصة؟ قال لي ما بتريحني، قلبي ما مرتاح، لأنه في صنم واحد اسمه ذو الخلصة بيعبد من دوني واحد بس الوقت ذاك لما قال الكلام ده. فما ارتاح قلبه صلى الله عليه وسلم لحد ما رسلهم في 100 أو 150 فارس كسروا انتهوا منه تب وجرى جعين، فارتاح قلب النبي عليه الصلاة والسلام. صنم واحد ما ريحوا. الليلة في كم وصن وصنم في البلد دي يا جماعة؟ في كم أسألكم بالله؟ آلاف شنو يا أخواننا؟ ملايين ناس اللي بينشروا الواتساب يقولوا السودان فيه 7000 قبة، كذابين وجهلة. 7000 قبة شنو يا أخي؟ قول 7000 جامع، لكن كل جامع أضربوا في ديجليون قبة، بتديك النتيجة بتاعت عدد القباب. قباب لا تحصى ولا تعد. شرك بالكوم والردوم، شرك زمان كان في الربوبية في الألوهية عندنا أبو جهل وأبو لهب لعنهم الله، الآن شرك في الألوهية كلها، شرك في الربوبية كلها. وكلام الخنجر أسزع عليكم، ده زول دكتور أستاذ كرسي التفسير بجامعة أم درمان الإسلامية كل التطيب، يقول غير الله بيحيي الموتى، يقول غير الله بنزل المطر. أبو لهب بيقول الله براول بنزل المطر وبيحيي الموتى، لأنه ده من الربوبية. الآن شرك في الربوبية كلها، شرك في الألوهية كلها، شرك في الأسماء والصفات كله. والناس برضو قاعدة تتفرج وتعايل، تمشوا من الله وين؟ ربنا قال ولنسألن الذين أرسل إليهم الأقوام والشعوب ولنسألن المرسلين الرسل والأنبياء. الله قال أنا حسألهم بلغوا التوحيد ولا ما بلغوا. ربنا قال فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لابن مسعود أقرأ عليه القرآن، قال أقرأه عليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ من سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا إخوان دي دعوة الحق، ما يصرفوكم عنا السياسيين ولا يصرفكم عنا متابعة السياسة. نحن عندنا منهج قائم على التوحيد، لا نحن دايرين سلطة، لا دايرين ثروة، لا دايرين كرسي في الحكم، لا نازلين انتخابات. شفتوا كيف؟ لا باحثين عن شهرة، لا عن منصب، لا عن مال. نحن دعاة إلى العقيدة الصحيحة. أدعو واشتغلوا في الحلقات واشتغلوا في المساجد واشتغلوا في البيوت، وابدأ ببيتك أول وأنذر عشيرتك الأقربين. إذا اشتغلت في العقيدة، إذا الناس ما وحدوا ما عذره لربنا عذرنا، إذا وحدوا ولعلهم يتقون أنت كده ليهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أما العلمانيين والملقطين ديل والله أهون من أي شيء، لأنه أصلا مبغوضين، لكن إحنا عشان نحاربهم هم لابد أول حاجة نضع الأساس، حجر الأساس. الأساس يا جماعة العقيدة، اشتغلوا في الحلقات دي. المفروض العدد الهائل ده كله يجي الحلقة ويجي أضعافه كمان، والعدد ده وأضعافه احضروا النصائح في العقيدة والدروس في شرح كتاب التوحيد. وينو شرح كتاب التوحيد في بلدكم دي؟ وين شرح الأصول الثلاثة في البلد دي؟ دي الأصول اللي بتنسف بنيان الملاحدة من الأساس. بالمناسبة كشف الشبهات في التوحيد، قواعد الأربعة، نواقض الإسلام العشرة،
وغيرها من كتب العقيدة والتوحيد، درسوها في البيت ودرسوها في المجتمع، وما تخافوا تاني على زول، درسوها. إن مت أنت أديت الأمانة عليك، إن مت أديت الأمانة عليك. بس ده كلامي ده أقوله. نفتح الفرصة للشيخ الدكتور أبوبكر آداب حفظه الله. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.